تقول الحكمة إن أردت جمع العسل فلا ترك الخلية النحل. قبل 50 سنة رأى مزارع جسما يطير فوق حقله، وكان صحنا طائرا جاء من الفضاء الخارجي. وما يؤكد كلامه أن المنطقة التي ظهر فيها الصحن الطائر تضم عددا من مراكز البحوث السرية. وقد بيّنت التحقيقات أن مخلوقاً من الفضاء نزل إلى الأرض وقتها، فهل لا يزال مقيماً هناك؟ في حلقة اليوم من القائد كوماساني وفريقه الكشفي سنتحرى هذه القضية، والسؤال هنا: هل يحيا الفضائيون على الأرض؟ أجل يا سادة، وبرنامجنا سيثبت الحقيقة التي حاولوا إخفاءها سنوات طويلة. لقد شغل الباحثون منذ زمن بدراسة احتمال الحياة على سطح الكواكب المجاورة، فهل نحن وحدنا في هذا الكون الواسع؟ بعض الاكتشافات تلمح إلى فرضية قيام الفضائيين بزيارة الأرض، ولكن ما من دليل قاطع حتى الآن. واليوم سنحاول أن نجد ذلك الدليل، وسيرافقنا السيد حسام. ها؟ حسام؟ كأنه الدليل نفسه وقد وضع قبعة. اهدأ يا أخي، ربما كان ذلك الدليل الذي رافقنا والسيد حسام هذا شقيقين توأمين. لقد أقنعتني الآن يا أخي. وهكذا انطلق أفراد الفريق إلى قلب الصحراء بحثاً عن دليل قاطع يثبت زيارة الفضائيين إلى الأرض. وصلوا إلى مكان يصعب على السيارة السير فيه، ولذلك وجب عليهم متابعة التقدم سيراً على الأقدام. لن تكون رحلتهم سهلة، دعونا نتابع. انتبهوا يا شباب، انتبهوا جيدا، في رمال الصحراء كثير من العقارب القاتلة. ولكن ماذا تكون العقارب؟ هذا سؤال وجيه جدا. تنتمي العقارب إلى مفصليات الأرجل، هذا صحيح، هذه هي العقرب. أجل، هل فهمت شيئا مما قاله؟ كل ما عليك فهمه أنها خطيرة جداً، لا داعي للفلسفة والأسئلة الكثيرة. العقرب قادرة على قتل فيل كبير، هل فهمت قصدي الآن؟ هيكو ماجيرو، إياك أن تلعب مع العقارب. حسناً، لن ألعب معها. لا، احذروا. إنها العقارب. العقارب تشن هجوماً علي، انتبهوا. هذه ليست عقارب، إنها جمبري. إن المنتج يواجه الخطر، حذرنا من العقارب وهذا يقع ضحية لها. لا تخف علي، إنها تطاردني. هو الذي يطارد تلك المخلوقات الضعيفة. دفعت لك حتى تدرب هذا الجمبري كي لا يعضني. هذه المخلوقات لا يمكن تدريبها، كما أنك لم تدفع لي. كما أنه هناك أشياء لا تشترى بالنقود. وهكذا وصل أفراد الفريق إلى طريق مسدودة، حاجز الأسلاك المعدنية المكهربة. فهل سيعلنون استسلامهم؟ مستحيل، المكان الذي ظهر فيه الفضائيون خلف الحاجز تماماً، ولا بد من المتابعة للعثور على الدليل المنشود. من اختار هذا الحاجز المضحك؟ لا تنسى أن ميزانيتك مضحكة أيضاً. أطبق فمك أنت، خذ لقطة قريبة حتى لا تنكشف الخدعة. هاي، ارجع، إلى أين أنت ذاهب؟ انظروا، نستطيع مواصلة السير. تراجع يا هذا، فتجاوز الحاجز أمر مخالف للقانون. حدثت معظم حالات ظهور الأطباق الطائرة في ساعات الليل، وهكذا وجب على أفراد الفريق الانتظار حتى حلول الظلام. 5 4 3 2 أكشن. وأخيرا سأقابل ذلك الفضائي، أنا متحمس جداً. هكذا يبدو شكله؟ يا إلهي، أيأتي الفضائيون في أكياس؟ لماذا خرجت على النص؟ ما هذا التصرف الذكي أيها السخيف؟ لا تخرج الدمية هنا. سنارة صايد؟ ولكن ما حاجتهم إلى السنارة في قلب الصحراء؟ ربما كان هناك سمك صحراوي، ولعل اسمه سمك الرمل. لم أسمع به في حياتي. وأخيراً هبط الظلام، ترى ما الذي سيحدث الآن؟ يا إلهي، صحن فضائي طائر. إنهم يستخفون بعقولنا. لقد اصطدم الطبق بالأرض،
هيا أخرج الفضائية بسرعة. يا إلهي، انظر، لقد ظهر المخلوق الفضائي. رأيته يا أخي. لحظة تاريخية لا تقدر بثمن. نحن نقدم الدليل القاطع. هذا المشهد سيسكت جميع المشككين في ظهور المخلوقات الفضائية على سطح الأرض، ونحن أول من أثبت هذا الأمر. الشهرة في انتظارنا. كيف حالك أيها الفضائي؟ أنا أدعى كوماسان. أجبني يا سيدي، هل يمكنك فهم كلامي؟ قدمي. هل سمعت ما قاله؟ يبدو أنه يجيد التحدث بلغتنا، فلنذهب إليه ونتحدث إليه. ستنكشف الخطة، استعملوا الضوء الساطع. يا إلهي، عيني، لا أرى شيئاً الآن. أنا من الفضاء الخارجي ولا جدال في ذلك. وهكذا اختفى الفضائي في مكان ما من هذه السماء الواسعة. استعدا للسفر إلى المدينة. صباح الخير أيها السادة. لم أرى أغبى من هذا المنتج. هيا بنا يا أخي، فنحن في المدينة. طبق طائر آخر، لا تتأخروا عنا، سأكون في انتظاركم. سلموا على أصدقائي الفضائيين، أنا أدعكم مسار. إلى اللقاء يا أصدقاء. نعلم أن حكاياتنا من نسج الخيال، لكن فيها شيئاً من الفائدة. أشكال طاقة العواطف التي تعترينا غير مرئية، ووحدها ساعة اليوكاي قادرة على مساعدة بطلنا على تعرفها. تلك الأشكال منتشرة في كل مكان، منها ما هو مفيد لنا، ومنها ما يجعل تصرفاتنا غريبة. دعونا الآن نتعرف تجربة جديدة. اليوكاي في كل مكان حول بعضكم، لكنهم كظلال. ترى ما العمل إن همكم حال، لا تجزعوا بل راقبوا الفعال. فاليوكاي خلف بعض التفسيرات وهم ظل سراب تنفون وجودهم، لكن لي صديقا يوما وجد أداة ساعة لتكشفهم. لديه يوكاي، يوكاي سيربط دجاجا من أتباع، لا تخاف طاقتها لها أصناف، ويقودها باحتراف تخشاه جميع الأطراف. ذاك لأن لديه اليوكاي. يوكاي، يوكاي واتش، يوكاي، يوكاي واتش، طاقتها لها أصناف، ويقودها باحتراف تخشاه جميع الأطراف. ذاك لأن لديه اليوكاي واتش. يوكاي يمدني بطاقة التحمل. يكفي، وما حاجتك إلى هذا اليوكاي؟ نجني، تحمل، تفوز. إنها مسابقة أنوي الاشتراك فيها. مسابقة غريبة، يعرضون المتسابق لمواقف تحتاج إلى قوة التحمل، ومن يتجاوز المراحل يفوز بجهاز ألعاب جديد. ويسبر، أرجوك أجب عن سؤالي، أتعرف يوكاي يمكنني من الفوز؟ يؤسفني القول، إنه ما من يوكاي يمكنه فعل ذلك. أنا أعرفه. من هو؟ إنه صديقي، قابلته يوم أمس في حفل اليوكاي. ماذا؟ كان حفل اليوكاي يوم أمس؟ لماذا لم تخبرني بذلك يا غبي؟ أنت أناني يا جبانيان. لقد كان حفلاً مملاً جداً، وقد أمضينا الوقت في لعبة تقليد الشخصيات. ممتاز، هذه اللعبة المفضلة لدي. ابتعد من هنا جبانيان، دعه يأتي حالاً. أمرك يا زين. في خدمتك. اسمعاني، يوكاي يملك طاقة التحمل، وقد درب نفسه جيداً على تجنب الاستسلام وعلى الصبر في الظروف الصعبة، إذن فهو من أقوى جماعة اليوكاي. إذن يختلف عنك. لكل واحد من اليوكاي أمر يميزه عن غيره. كانت ليلة الأمس رائعة جداً، أليس كذلك؟ لن أنساها معي. هاي، كف عني غضبي يا جبانيا. لو سمحت يا إمساك، أنا أحتاج إلى مساعدتك. مستعد للقيام بأي أمر. هيا بنا إلى المسابقة. مرحبا بكم في أقوى البرامج، عليكم التحمل للفوز.
الجدال. سيتنافس المتسابقون في اختبارات مختلفة ليثبتوا أنهم قادرون على الصمود، ومن يستطيع البقاء حتى النهاية يحصل على جائزة البرنامج، أحدث جهاز لتشغيل الألعاب. مهمته صعبة. لا داعي لتحليلاتك هذه يا رامي. أول تحديات اليوم، وقد يكون الأصعب، تحدي ثلاثة أنواع من الحر. مساء ساخن في غرفة درجة الحرارة فيها مرتفعة مع معطف ثقيل. أنا بانتظار مساعدتك يا صديقي. الفائز من يستطيع الصمود. بدأت المسابقة. هاي امساك، أين أنت؟ لا أستطيع تحمل كل هذه الحرارة. ثق بي ولن أخذلك. ما؟ فكر أنك قادر على التحمل وستفوز في الاختبار. هذا صعب. مياو، هكذا تكون المساعدة. لن يستطيع زين الصمود حتى النهاية. احترق حلقي. هل أعلن انسحابي؟ الطاقة. أها، حساء لذيذ. انسلق لساني. هاتوا المزيد. فوز صريح يحققه المتسابق زين. شكرا لكم. التحدي الثاني وعنوانه برد قارس وصقيع. أكاد أتجمد من البر. طاقة. أحب هذا الجو كثيرا. ماذا؟ لذيذ جدا. وفوز آخر لمصلحة زين. شكرا لكم. لا، فلنرحب بالمتسابق الجديد في ثالث التحديات. هذا تحدي طريف وعنوانه الدغدغة. مستحيل. أي شيء إلا الدغدغة. طاقة. لم أعد أشعر بأي شيء. وفوز مستحق لمصلحة زين. رائع، لقد تحملت. أجل، وأنا السبب. هذا هو زين الشجاع. أتمنى أن يصمد حتى آخر المسابقة. أما الآن فقد حان وقت التحدي الأكبر، والذي أخفق أكثر المتسابقين في تجاوزه. ماذا؟ ترى أي اختبار هذا؟ المتسابق الأكبر سناً. أهلا بك، إنه عالم من أعلام السينما. صفقوا له. ترى من يقصد بكلامه؟ منتج الأفلام الذي كان يرافق اليوكاي فانفون. عرفنا عن هذا العجوز أنه يتمتع بأعصاب هادئة وقد يتحمل أي شيء. تشجع يا زين. تحد جديد أيها السادة. السرطان المسلوق. هاي امساك، أحتاج إلى كثير من طاقتك. اعتمد علي. هيا بسرعة أرجوك. لا أستطيع. لما لا تستطيع؟ لم أرك منذ مدة يا إمساك. معلمي. ماذا قال؟ معلمي؟ هل يعقل؟ كنت صغيرا عندما التقينا آخر مرة. هيا أكاد أحترق. عاش المعلم. عاش. عاش. أنا لا أمزح. عاش. عاش. هيا أسرع. علمني هذا الرجل أن أتحمل أصعب الظروف. انتقل إلى آخر القصة. وهكذا ازدادت القوة التي أختزنها حتى صرت قوياً كما أنا الآن. وهل سأصير مثلك إن دربني ذاك العجوز؟ هذا مستحيل، عليك أن تصمد معه يوماً واحداً. لا تطلب إلي مواجهة معلمي. لن أقف في وجه من دربني. أنا أدين له بكل شيء. اعذرني يا معلم.
أشعر بأنني صرت كالفروج المسلوق. يبدو أن مشاركتك في المسابقة قد انتهت الآن. لن أستطيع الصمود أكثر. ليتني لم أشارك في هذه المسابقة. المتسابق زين يعلن انسحابه، وهكذا سيتوج أكبر المشاركين بطلا لهذه النسخة من المسابقة. لقد بذلت جهداً كبيراً يا صديقي. لفت الأنظار. بصراحة أنا لم أكن أستحق الفوز. هذا اعتراف جيد. إنه اليوكاي مزلوق. قل مزاليق. نحن جائعون جداً يا معلم. لا، لم يحن الوقت بعد. يا له من مدرب قاس. مساكين هؤلاء المزانيق. أجل مساكين. مساء الخير. كيف حالك يا خالة؟ أنا بخير. تفضلا، الطريق من هنا. هيا بنا. ماذا سيحدث اليوم يا زعيم؟ لا شيء غير عادي، أصدقاء زين سيبيتون هنا. شكرا جزيلا يا خالة منى. ستنامون في غرفة الجلوس؟ نعم. أرجو لكم أن تقضوا وقتاً ممتعاً. شكراً. غداً إجازة ويمكننا السهر. صحيح. اسمعا، لنلعب لعبة السهر، والفوز سيكون لآخر من ينام. أستطيع السهر حتى الصباح. أنا واثق بأن الفوز سيكون من نصيبي. أنا الفائز، كنت واثقة. أنتما تغطان في نوم عميق مثل الأطفال الصغار. هيا استيقظا، لم يحن وقت النوم بعد. استيقظا وإلا سأرسم لكما شاربين. انتهت اللعبة يا زين. لقد ناما، ولكنهما وعداني بالسهر حتى الصباح كي نمضي الوقت باللعب. لأنهما ليسا قويين مثلك يا زين. من قال ذلك؟ من هذا اليوكاي ويسبر؟ أمهلني لحظة واحدة. نعم، إنه اليوكاي أرق. أرق؟ يختزن هذا اليوكاي طاقة السهر المزعجة ويسبب مشكلة للأولاد. إنه يجبرهم على السهر دائماً ويدفعهم إلى تجاهل توبيخ ذويهم، فيصرون على البقاء حتى ساعات الصباح الأولى. لم يحن وقت النوم بعد. جئت في وقتك، ساعدني لأبقى مستيقظاً حتى الصباح. رائع، معي شيء سيساعدك، لعبة البطاقات. هيا، أنا مستعد. هاي، استيقظوا. نعم، أنا لم أكن نائماً، صحيح؟ وأنا كنت غارقاً في التفكير العميق. أنا لا أشعر بالنعاس. لا يزال الليل في أوله أيها الكزالة. هذا صحيح، فلنلعب. أرغب في السهر ولكنني لا أستطيع الصمود. لحظة، حللت المشكلة. هيا ويسبر، هل أنت مستعد؟ يوكاي واتش موديل زيرو. هيا تعال يا صديقي، اليوكاي امساك. ساعة اليوكاي، حان الوقت لتقومي بعمله. أوه، وقت المواجهة. أنادي القوة. امساك، في خدمتك. أيمكنك مساعدتي لأبقى مستيقظاً أكثر؟ أستطيع مساعدتك على أي أمر يا فتى. أي أمر إلا العجوز الفائز في المسابقة. قلت لكم أي أمر يعني أي أمر. صحيح، المهم ألا يكون العجوز هنا. كفى عن إثارة غضبي. كل ما أريده هو السهر، ساعدني أرجوك. طاقة. أنا بكامل نشاطي. كأنني نمت 20 ساعة. وأنا أيضا. ماذا سنلعب الآن؟ لا يهم، فلدينا كثير من الوقت، لازلنا في أول الليل. إلى اللقاء يا خالة. إيه؟
دمك الآن يا أرق، هيرني بطاقتك. ماذا أصابك؟ هل أنت نائم؟ هيا انهض، أنت يوكاي السهر. لا يزال الليل في أوله يا صديقي. هيا قل شيئا يا أرق. احذر يا زين، السهر يضر بصحتك، أعترف بذلك. لا، تركتنا مستيقظين ونمت أنت أيها الأرق. أحسنت يا زين، نجحت خطتك الذكية. أصدقاء سبيستون الأعزاء، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك لمشاهدة كل جديد، وشاهدوا أيضا المقاطع التالية.